السيد كان عندنا مرحبا به درويش كيبقى في عبد الله كيبقى في المساكين. عندنا الدراري ضايعين لينا بالسيوسن والحشيشو والسيوفه والنباس كاريان خسار القوادز الهن كل الله كنت خاطو دابا غتشوف الحاله كي دايره. وهذا السيد بغا يقودنا بغا تربي نقدو. انا بغيت لي العوين انا بغيت نوقف علامه. السيد دخل معنا ما ندخلش الكره بالفلوس والشانه ما والو. حنا بغينا عرض معقول اخويا. حنا 56 عام وحنا واش دارونا الاول والو اخويا. نطلب من الله هذا ان شاء الله يكون هو السبب ديالنا بجهد الله. احنا تكفسنا 56 عام بس ساكنه هنايا القوادز. ها السمكرات بلاو هنا ما كاينش بزاف اخويا بزاف. نجي السيد ان شاء الله هو اللي غيكون علينا ان شاء الله. والكمر الله ولدي الله ينجحوا لينا ومنجحوا دراعي نرشي وين ما والو معقول وبغيناه. شوف ما بغيتوش انا هذا واخا يعطوني اللي يعطوني ما نديرش السيد معقول. كيبقى فيه عبد الله هو بالانتخابات اللي بغات فيه شي حاجه كترجع بلاد كينتهامل كيبقى فيه حق الله كيبقى فيه من الله. كان شي موت كيوقف كان شي حاجه كيبقى مسكين. انا واش بغيت ليه؟ يعني كتلقاه موجود معاكم؟ انا واش بغيت ليه يا ربي؟ انا بغيت يفيض خميرتو كيما فاض الحرب من مواج. انا بغيت نوقف علامه راه بلا حق وقفنا بالتراب شي حاجه يسحبوك لا ما كاينش. هو خدام بلحنا ما عنديش الدواء هذا باغي هذا مدير معنا مزيان الله عمر هذا. انا دارت معهم 20 عام ما داروا معايا والو ومقحيدة بزولتي. يا الله قول لي عطاونا الكودو والو تقول وطلعت على الكاريان دابا والله ما تسلك بالخنز ولا ما كاينش. ولادنا ضاعوا الشباب ضاعت تبلوا بحشيش الشراب بانيت كل شيء كاين. هذا هو المهم. انا كنتشرف انني نتصوت على هذا السيد بما انه باختصار داك الشيء اللي قالوا فهو كيهمو امر المجتمع. يعني المجتمع الريادي المساكين يعني الساكنه الكاريان الناس البنيه التحتيه بصح خاصنا تيرانات خاصنا مرافق الاطفال خاصنا بزاف. هو ان شاء الله يا ربي يوفقوا وينجحوا وباختصار يعيش يعيش الحركه الشعبيه المصداقيه والشفافيه يعيش يعيش. الله يوفقك يا ربي توفقك يا ربي توفقك. فين عندنا دار والو هذا وخلوق في كاريير رحمنا الصغير في ولادي عنده 23 عام. حنا تقهرنا ابسط حاجه الماء ما لقيناش ابسط حاجه ولاو السيوفه. حنا تقهرنا عندي ولد واحد وبنيه نخلي ولدي يضيع. حنا تقهرنا والدينا ماتوا وما تحولناش ما داروا معنا الاولين والو. تقهرنا انا ولدي الصغير فيهم عنده 23 عام. هاد الناس ما داروا معنا والو والدينا ماتوا الاولين كلاونا طلعوا ما داروا لنا حتى شي حاجه. والدينا ماتوا بقينا حنايا على الصغير في ولادي عنده 23 عام. حنا كنضيعوا ابسط حاجه الماء ما لقيناش. حنا كنتمناو في هذا السيد فيه الخير هذا ولد الناس هذا من الشعب كنتمناو فيه ان شاء الله. حنا ما كنعرفوش حنا عرفناه هذا العام وعرفناه ولد الناس. حنا عرفناه ولد الناس وبغينا نوقفوا معاه. ما كاين لا يديك لا يخليك ما كان كيكذبش ما كاين لا تزوير لا فلوس لا رشوه لا صنادق لا كفوف بالعربيه تعربت ما كاين لا كفوف لا يحزنون. هذا السيد ولد الناس وحنا كنتمناو الله ينجح. حنا بغينا السيد ما داروا لينا والو الكذوب كيجيو كيقولوا لنا غنحولوكم. ولدي خاري عنده لا ليسونس 32 عام في عمره ما تزوجش علاش؟ الفقر كيجيو يكذبوا علينا كيضحكوا علينا حاجه ما داروها علينا. الضو الماء مقهورين فيه كنا كنخلصوا الضو قطعوه من الشيع ديالنا كنخلصوه هو ديال الدوله ديال سيدنا. حنا كنخلصوه الماء ما عندناش دابا كتجي كتلقى الماء ما كاينش. وليدها ما ولاد بناتي عطشانين كيبغيو الماء ما كيلقاوش. وليداتنا صغيورين ها هما راه بنتي مركبه بميتها ما كتلقاش الماء والسكن والسد والزنك شتا علينا الغيس علينا. وليداتنا مكرفسين بغينا التغيير ديال السكن. هاد الانسان عرفناه اول مره الله يعمرها دار واطيب الخلق. حنا اللي عزلناه حنا اللي بغيناه حنا اللي قلنا ليه اجي مرحبا بك عندنا حيت انسان صادق. قبل كان كيعطينا بدون مقابل حتى حاجه ما كان كيحزرنا عليها. انسان طيب طيب عاش خالد وبغينا خالد درويش. حنا بغينا التغيير. حنا عندي 41 عام في هذا الكاريان ما كاينش التغيير. اللي جا ياكل ويمشي اللي جا ياكل ويمشي. حنا باغيين التغيير بغينا نتحولوا من هذا الكاريان. واش 41 عام كاين اللي عنده 50 عام كاين اللي عنده 60 عام في هذا الكاريان. سيدي مومون مهمش لا جرادي لا تيرانات لا اي حاجه ما كايناش.
الا طلعتي واحد شويه هنا غيبان لك كارثه هنا الفوق في الشابو، ها البعاره ها الشفاره حتى شي حاجه ما كاينه. حنا هاد السيد لقينا فيها الخير، قال لك كاع المشاكل ديالكم غنحاول نحلها لكم، ما نقولش لكم انا غنحولكم ولا داكشي، انا الملف ديالكم غندرسو وغنحطو الناس اللي غيقدروا به ماشي الاخرين. انا 41 عام ويقول لك حنا راه غندير لكم التغيير، حنا غنحولوكم، هاي ننتخبوا عليهم يمشيو. وهذه هي الكلمه.